في خبر أليم، توفي مساء أمس 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون بحروق بليغة واختناق إثر حادث انفجار لغاز البوتان متبوع بحريق بالطابق الأول لبناية ببلدية جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة. وفور وقوع الحادث تنقل المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف إلى مكان الانفجار لمعاينة حجم الأضرار والاطمئنان على المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة لهم. كاين 6 ضحايا حرقة ما بين درجة أولى درجة ثانية، تم تحويلهم إلى مستشفى الحرق بجلال دا. كاين ضحيتين انكوموندي بار لا فيمي، تم تحويلهم نحو مستشفى زميلي، وثلث ضحايا الاخرانيين اللي متوفيين اشوف مع تعازينا لعائلتهم، هادو تم استخراجهم في حاله وفاه وتم تحويلهم نحو مصلحه حفظ الجدد بمستشفى زميلي.